هنبدأ النهاردة يا فرح بكلامنا عن الدور المحترم اللي بتقوم بيه الدولة المصرية طبعا. الفترة دي في ظل الظروف الصعبة اللي بنمر بيها. خلينا كده نبدأ حلقتنا وإحنا بنرفع القبعة لمصر. مليون سلام، مليون تحية لإرادة وإدارة الدولة المصرية وعزمتها وقيادتها. مجهودها جبار جدا، سواء في إجراءات احترازية، في تيسير وسائل الخدمات للمواطنين في كل القطاعات. النهاردة خليني أقول لحضراتكم أن كل واحد فينا لازم يفخر ببلده مصر، لأنها بتعمل كل حاجة، كل حاجة بس علشان تحمينا. كلنا أكيد حاسين قد إيه الدولة بتعمل كل حاجة في وسعها علشان تريح المواطن، تحافظ على صحته، سلامته، أمانه. الدولة في الأزمة دي خليني أقول إنها أثبتت إنها دولة أفعال لا أقوال ولا شعارات. يمكن أنا وحضراتكم وكلنا حاسين بده على أرض الواقع دلوقتي. الدولة من بداية الأزمة خالص وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بشكل واضح وصريح، مش مهم أي حاجة، المهم عندي أولا صحة المواطن المصري. لكن كمان بقى جه دور ولاد مصر اللي دايما هم كمان بيبقوا قد المسؤولية، ودورنا كلنا الحقيقة ان احنا نمد ايد العون والدعم والمساعدة لبلدنا الغالية مصر. ولاد مصر الجدعان اللي اتعودنا منهم على الشهامة الوطنية والمروءة والجدعنة.